السلام عليكم بنات كديرين، بنات دراري، كلشي كما كنقول ديما، واخا كنقول البنات ما تديوهاش عليا. راني عارفه كاين حتى الرجال وحتى زعما الشبان وداك الشيء في القناه. المهم واخا نقول البنات ما تديوهاش عليا، مولفه وصافي كنقولها. كما كتشوفوا اليوم جيتكم بالعروض ديال بيم، عروض اللي هي زوينه كما ديما، وديما كيجيبوا ضروري ما كتكون شي حاجه في الكاتالوج اللي تقدروا تكونوا محتاجينها. انا ماشي كنقول لكم زعما سيروا، ولكن الناس اللي مهتمين كنوريكم شنو كاين وصافي. المهم كما كتشوفوا هنايا، انا مشيت عليه وديت هاد داك الفيسوز اللي كت داك لاباري اللي كتدخلوا بها المسامر هكا في الحيط، ومشيت عليه وديت البيستولي ديال الشمع اللي كيدوب لاكول، هو هذا كما كتشوفوا. المهم الحاجه اللي غادي نقول لكم ما تديوش عليا، الحاجه اللي غادي نقول لكم هو انني انا في القطار كانوا كيبانوا كبار، يعني صراحه باش نقول لكم الحقيقه، ملي مشيت البنات لي صغيورين ما فهمتش داك كلشي استعجب فيهم صراحه، لا هما لا داك الكويسات ديال الديكور راهم كاينين تما بحال واقيلا دي فاز ولا ما عرفتش شي صراحه. مش الكاتالوج مزيانه ما شفتهمش فيه. كاينين هاد الزربيات اللي دايرين 300 درهم فيهم 3 طابي، دابا نخلي لكم الصوره ديالهم هنا في الجن. كاين في الكري وكاينين في داك البيج، ولا بيج بحال ماغون ماشي فونسي، ما بحال الكراميل هي هذيك. وعاوتاني كاينين هاد المنطات اللي ما عرفتش صراحه شحال دايرين، غير انا لقيتهم وبغيت نصور لكم شنو كاين. هاد بيم كاين في سله جديده، الناس اللي كيسولوا على فين كاين، كاين في سله جديده. وهاد بيم بالضبط اللي كنمشي له انا ديما اللي كيعجبني حيت واسع ومتسع هكا، كاين في جهه هكا الديور الفيلات وداكشي. المهم كما كتعرفوا هنايا كاينين عروض اللي ديجا كانوا شحال هادي وباقيين، ما عرفتش ممكن هاد الكوكوت هادي هاد المقالي وهذا الشيء، وهاد الكريسي اللي كيكون غونفلابل كيتنفخ زعما هكا بالهواء بالريح، والبلاكارات جاو هكا مؤمبرين كما كتشوفوا هما الناس، كل واحد قابط لي طابي ديالو البلاكارات ديالو. نايضه الروينه صراحه في هاد النهار الروينه، عرفتي انا راني الجو ما فهمتش انا صراحه. ما المهم كل واحد ومحتاج، كاين اللي جايين البلاكارات جايين على وديتهم، جابوا لي تريبورتور، جابوا الناس الطوموبيلات ديالهم كيديروا فيهم. هنا منتجات كثيره عندهم، هانتوما شفتوا اللي باقي تما، باقين هذيك داك لابلاك ديال الشعر، هذا اللوزو بيستاجو كاجو اللي بغاهم حتى هما عندهم، هما كيكونوا كينفعوا كيجيو هكا في ساشيات. صراحه ما بغيتش نكثر لكم الهضره، ولكن غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا داكشي اللي فيه. حتى اللي باغي داك البيكالات شحال هادي، داك الفيلو ولا الدراجه الهوائيه راها باقه عندهم، داك الطابل ديال الكوزينه اللي كتكون اللي كتطوى قابله للطي، اللي كيكون معاه واحد جوج اذا دي طابوغي هكا صغيورين كريسيات راكم شفتوهم معايا قبيله، راني غنوريهم لكم عاوتاني. باقيه اي حاجه بغيتوها انا نقول لكم. دابا اللي منتجات فيهم كيكونوا بعمرات باقي عندهم في ستوك، سير سولوهم عليها، سكرينيوها وسولوهم عليها وتقدروا تلقاوها. اللي غنقول لكم اللي محتاج داك لي فيسوز ومحتاج داك مثلا هذاك ديال الشمع وداكشي راهم موجودين عندهم، غير سيرو موجودين لي بلاكا وداكشي هما الناس اللي مشاو داوهم، حيت كاين بلاكار طويل وبلاكار اللي هو خزانه جاي على شكل مستطيل هكا، ولا شي حاجه كديروا فيها مثلا كتبوا ما عرفتش شنو صراحه، انا ما شفتش محلوله. المهم كاين واحد داير 300 درهم بيضا، انتما غتشوفوه معايا تو في هنايا في مونطي في الفيديو، واحد دايرين له هكا السلوفان ملوينو عليه داير 300 درهم داك خزانه. غير انا عجبتني، غير هي جاتني في العرض ديالها، العرض ها هي غتبان معنا دابا، العرض ديالها بحال صغيره يعني، حتى الكتوبه مثلا الا بغيتو تحطوهم هكا واقفين توقفوهم فيهم اي، ولكن مثلا الكتوبه ديال الدراري ما يصلحو لكمش كيبقى يبقوا خارجين، سواء حطيتوهم هكا يعني شي على شي يعني زعما حطيتوهم هكا سواء اوريزونتال سواء فيرتيكال سواء عموديا سواء افقيا، جاوني انا ما يصلحوش والله اعلم. هادو ديال بحال دابا لي رومون شي حاجه هكا، سواء شي واحد عندهم شي ماغازان ديالو بغا يبريزونطي فيه شي حاجه يقدر يحط البلاكار يدير فيه داك لي موتيف اللي غادي يبريزونطي، ولا داك المنتجات ديالو. المهم دايره 300 درهم صراحه زوينه، غير هي كل واحد كيشوف فين يستعملها. كاين هاد المينطات، كاين زعما عطى الله المنتجات. انا اللي صراحه ثار انتباهي بزاف هما داك هادوك الالات، ولكن كل واحد كيمشي على حاجه اللي محتاجها. باقي المرايات، باقي لي فاليز، يعني عندهم لاهوط هاي كما كتشوفوا داك الباك ديال الفران، لاهوط ولا بلاك، هادو شكروهم الناس صراحه داوهم. انا يعني كنقول لكم غير نطوع الناس اللي كنسمع الناس كيهضروا. كاين هاد لي ميغوار هانتوما كما كتشوفوا باقيين موجود زعما ما يدار، الناس اللي مهتمين انا غير كنبغي نوريكم مباشره من بيم داكشي اللي كاين اللي لقيت فيهم، ولا في العروض اللي كاين في العروض، ولا اللي كاين ديجا عندهم باقي في ستوك.
هادشي اللي كاين البنات، نخليكم مع الفيديو حتى الاخير، هانتوما استمتعوا بيه وما تنسونيش من اللايك كما ديما واشتراك في القناة، وشكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم المتواصل. Thank you.